عليكم ورحمة الله وبركاته. وتوالى المبررات: عضو إدارة الأهلي وتبرير جديد لمبادئ الأهلي بشأن إمام عاشور واللي على راسه بطحة. اللقاء محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عليه كثرة الحديث من مبادئ النادي عقب صفقة ضم اللاعب إمام عاشور لاعب الزمالك السابق. وكتب محمد الضماطي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: باب الأهلي دائما مفتوح لكل من لم يتربى على تقاليده ومبادئه طالما قدم الاعتذار المطلوب، ومغلق في وجه من تربى على تقاليده ومبادئه واختار طريق آخر في النهاية. وفي الآخر كلام غير مفهوم، وقالوا لك قبل كده تجارة الجبنة ملهاش دعوة بالبوستات، يعني حتى الكلام انت مش عارف تتكلم.